اروح على الواد انا يا عم. بحاول أرجع زيهم على الشمال لأنه الحياة هان كانت حياة بائسة جدا، كل مقومات الحياة معدومة في هذه المنطقة، وطبعا إحنا انحرمنا من أولادنا ومن جيراننا ومن أهالينا، انحرمنا كل ملذات الحياة اللي إحنا شفناها، وبنحاول نخاطر بأنفسنا ونعود على أماكننا اللي كنا فيها ونشوف أهالينا ونشوف أولادنا اللي ضلهم ونشوف أحبابنا، نصنا احنا في الشمال ونصنا في الجنوب، علشان هيك بنحاول انه احنا نرجع لاحبابنا باي طريقه حتى لو كانت على حساب نفسنا. مش حابه الجنوب ولا حابه اضل فيها، بدي ارجع على بلدي على منطقتي. بدي أن نرتاح، لا مش مرتاحين، من يوم ما نزحنا ما شفنا طعم راحة، فبدنا نرتاح إن شاء الله ونروح بلادي. في رجوع على الشمال، بدنا نرجع على الشمال، بدنا نرجع على غزة، بدنا دورنا، بدنا حياتنا، بدنا نرجع بدون هدنة، بهدنة احنا بدنا نرجع على دورنا، خلص زهقنا تعبنا.